صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 16 لسنه 2021 بتعيين مدراء في الجهاز الوطني للايرادات جاء فيه الماده الاولى يعين في الجهاز الوطني للايرادات كل من عادل يوسف القلاف مديرا لاداره المعلومات الضريبيه السيده امل عبد الرضا مخلوق مديرا لاداره تحليل المخاطر السيد محمود فؤاد حبيب خليفة مديراً لإدارة العمليات والتدقيق، السيدة إسراء مهدي عبدالله مديراً لإدارة السياسات الضريبية، السيدة سارة محمد الكواري مديراً لإدارة التخطيط والتطوير.